شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا. مشات المقابلة جرى مرتين، صور البيسين، صور خداو 12 تصويرة وهذو متواصل الأخبار هما ما يدومش من كان بعد. بالنسبة لرابور دو دوسي غدو تنعطيكم الرابور. الرابور شنو قال مكتوب فيه؟ هو فيديو 27 هبطي عمو من 5 ونص حتى ل 6 وربع، لكن اللي قاعد نتفرج فيه غادي كونترطون مع 6 ولا 6 ونصين ولا حاجه فقدته ما لقيتوش، ما عادش نشوف فيه. قعدت نثبت ما لقيتوش، قلت بالك شي صغار يشب لبعضهم ولا حاجه ما لقيتوش. بون قلت بالك شي طلع كونترطون للتواليت ولا حاجه ما شفتوش يعني ولا حاجه، استنيته ما جاش. طول في مخي مشى حساب خطفوه ولا جات له حاجه، مشيت لوش في الفستيغات، في فستيغات البنات خاطر هو وقته في نفس الفستيغ باش هما متدوشين لما بعضها، خاطر الفستيغ البنات والاولاد بعاد على بعضهم برشا. لوجت معايا نساء غادي كل شيء، ما لقينا حد شيء، مشيت نشغي الفستيغ نتاع الاولاد، لوجت غادي ما لقيتوش. طلعت قلت بالك شي مشى يستنى فيه بحذا الكهرباء ولا حاجه، ما لقيتوش. كلمت امه قلت لها وينك، قالت لي وصلت تو خدام بيسين، قلت لها راني ما لقيتوش انت زيد لوج معايا. قالت لي قلت لها لوج انت الفستيغ البنات وين زيد نرجع الفستيغ الاولاد. رجعت الفستيغ الاولاد نلوج، هي مشات الفستيغ البنات لوجنا ما لقيناش. بعد اللي دخلنا للبيسين وين البيسين واللوط لقات هي الشليك نتاعو، قالت لي راه شليك تولي هنايا ودبشوا لهنايا، معناتها ودي هنايا في البيسين ما مشاش، ما يمشيش حافي معناتها متعود يمشي كم الشليك عيف. ما جاتش البين الغرق، خاطر هو في البيتي باسان معناتها ما يفوتوش الماء ما يغموش. زدنا قعدنا نلوجوا، زدنا رجعنا للفستيغات، هبطوا عباد يلوجوا معانا، زدنا طلعت ليكيب نتاع ونطردون ودخلت ليكيب اخرى بعدهم نتاع 6 و4. حصلوا زدنا لوجنا في يقولوا لنا شوفوا رجعش مع جماعه دوم جدد ليكيب جديده، دورنا بالبيسين ما لقيناهمش. حتى كش السبعة غير ربع بالضبط، السبعة غير ربع طلعوا واحد من الماء من الفيلد. اللي لقاه كيفاش لقاه ساعة هو لوج عليه؟ ما نعرفش، كي خرجوا الأولاد الكل من البيسين وكل شيء، خرجوا الناس الكل تفجعوا، لي بارون الكل هبطوا خرجوا صغارهم وكل شيء. وانتورتون ما عرفش فما واحد هبط مدوا من اللوطا. شفناه كان مدوا الفوق. لكن مدو قال من الفيلتر معناتها تلقاه بحث الفيلتر، لكن ما عادش فيلتر اش معناتها هاوك خرج من الفيلتر. عملوا له رياناماسيون، هبط كارديولوج ومدام جبل دي رياناماتريس، حاولوا معاه نصف ساعه ونطقطون جات الحمايه هزيناه للغيانة شيء باقي. حاولوا معاه في غيانة قصروش الحقيقه، قصروش ايكيب كامله مقصروش 4 طب ولا قداش، وجاو معانا دي بارون خرين وكل شيء. حاولوا معاه ساعة غير ربع ولا قداش فيك دي ماتريال وواحد وشي دخلوا له دي تيب وواحد وشي. على حسب ما كنت تحكي هو يعرف يعوم بويسكا عنده 3 سنين، هو ثالث عام عمل عامين، واحنا حاولنا للترجي على اساس معناتها هو بروفيسيونيل يعرف يعوم، حاولنا ليكيب سيريوز معناتها على اساس باش يتعلم خير، وخاطر على اساس الاسبيرونس عنده دي كولوار اكثر من لي زيكيب الاخرين، بروفيسيونيل اكثر من كل شيء في الناتاسيون بروفيسيونيل على الاقل. دخلنا سنة معناتها مع الترجي عنده شهر معاهم ولا حاجة. نحسبوها احنا مشى لبالي مات عادي معناتها وجبدوا هكا ومعناتها مات عادي وغرق وما شافوا حتى حد ولا حاجة. يا اخي طلع الفيلتر ما فيهوش قري، وساقيه معناتها مدمدمين الزغوقية في الكايب والفاس نتاعو مجروحين، معناتها الفيلتر جبتو طلع بلاش مايوز، هذا طلعوه بلاش مايوز في المايو نتاعو شدوا الفيلتر، معناتها هو الفيلتر جبتو في
في لحظات دي سيكوند اللي حد ما شاف معناتها لاني لا لي بارون اللي يتفرجوا ولا اصحابه اللي عموا بعداه حتى حد لهم ليكيب اللي يتفقد عندهم معناتها صغير يفيقوش بيه اللوم اللي ما لقري يقولوا عنده 10 ايام محلوله ماشي قري وشنو ما سكروهاش ما عطاوش انفورماسيون ما قالوش راه فما قري محلوله وقولوا صغاركم ما يمشيوش كي نجم سكرها باي حاجه كي نجم حط حتى انسيني حط اش يعمل حتى حبل خفيف يدور عن كاري صغير 2 متر سير 2 متر يقول يقوم له حد شكيتوا لتوما ولا مشكيتوش ولا شنو عملتوا والله بحث مازلنا مشكيناش عن تلهينا في التفينه واحد لكن فما بحث محلول خاطر احنا معناتها كي الجمهوريه وشرحوا الطبيب الشرعي قال راه مات غارق مش سكته قلبيه معناتها مات غارق معناتها غارق غارق مش سكته قلبيه مش سكته قلبيه مش سكته قلبيه ومش حتى حاجه واللي قالوه برشا عباد فما برشا عباد قالوا تضرب على راسه ومن بعد ما فماش منها الحكايه هذيك راسه لبس عليه ما عنده حتى شيء توراكس الفوقاني كل ما عنده حتى شيء فيه كان فما حاجه شنو تحب تقول كان عندك كلام تحب توصل لاي حاجه مالغري الريانيماسيون هذيك الكل وبدنه الفوقاني كل قد ما فيش حتى تردغيده معناتها عادي تردغيد في ركايبه اللي فاس نتاعو ملتالي فيه جروح معناتها بارامون هو جبدو الفيلتر عدالو شطرو البلوطاني الكل دونك حتى كي فركح ما يشافو حتى حد ثم حاجه اخرى زاد الماء مش عادي ساعة غربا نلوجو حتى حد ما شافو قلت لي بيسين مش كبيره برشا معناها الماء نتاع البيسين لونه غامق ولا كيفاش خاطر كيفاش ما تشافش معناتها ساعة غربا مش شاف حتى حد خاطر البيسين ماهوش غارق نورمالمون نتاع صغار وكيفاش ما يتشافش الفون يتشاف نورمالمون برشا كلور لكن احنا كيف الطل ما تشوفش الفون فما حاجه تحس كيفاني فما دي بارتيكول في الماء ماهوش صافي مدردر الماء مدردر ساعة غير ربع من 6 ل 7 غير ربع معناتها موجود هو في الماء ما شافوا حتى حد واحنا نلوجوا دي مونيتور غادي يعوموا اخي اخت الصغار انت فمين 60 ولا 50 راه بار صغار فما 6 مونيتور غادي حتى 4 ايكيب يعوموا مش ما فقوش بيهم مش حد حد ما شاف عندكش كلام تحب توصلوا لاي حد اي حاجه هكا انت تكلمت باش نقولوا لي شيء هذا يا عمي والسائر فما طفله اسمها عزه سمعنا بها احنا من بعد اللي هي منعتها حتى السند الغربي عم ناول في نفس المشكل كيف جبدها اللي تي اسبيري ومنعوها منعت الطفلة كيفاش من وقتها سنة يعاودوا يعوموا يجي معناتها هاو سنة لا كيفاش يتعمدوا يخليوا فيتر محلول معناتها كيما جاء على ولدي كان نجم على أي صغير معناتها نورمالمون هذا ولدي 6 سنين فما صغار عمرهم 4 4 سنين فما صغار ما يفوتوش 4 سنين عمرهم يعوموا غادي معناتها عملوا الطفلة منعت السنة والطفل مات وانا ناكد لكم اللي هو طلع من الماء ميت معناتها انا شفته في قداش قادم بابغي ساعه غير ربع خاطر عندي في التليفون اني كلمت اني 6 بالضبط فقدت هذيك السيره ونكلم في مرتي حتى اني نلوج في البارتي وهي تلوج في البارتي حتى 18:44 معناتها 45 دقيقه واضحين معناتها اني تلاقيت اني ومرتي كان 18:44 تلاقينا قدام البيسين تلوش في الكوتي الجوش واني لوش في الكوتي الدغوات خاطر كبيره اللي فيستير كبار واللي تواليت بيسين كبيره برشا ما عندكم شيء اخر تحب تقولوه والله احنا نحملوا المسؤوليه للاداره نتاع المسبح السيانه ما فماش معناتها كيفاش حتى كان هو ما عنده مشكل الشخص اللي في باله بشيء هذا وما عملوش وما صلحوش كان فما مشكل اقل حاجه يعملوها يبطلوا العمال معناتها يعلقوا لنا احنا سنة عملنا غونتري بعد العاده قالوا عاودوا نظفوا البيسين وعملوا رينوفاسيون ماشي في بالنا معناتها البيسين ما فيها حتى مشكل اقل حاجه عطينا هذا نعس على ولدي وما لقيتوش معناتها كان جيتني ولدي خليته حتى ساعة يكمل مع أخته للسبعة معناتها ممكن حتى للسبعة وبعد السبعة وما يلقاوش معناتها كان جينا احنا نوصلوا أولادنا باش يعوموا احنا اون كونفي لونفون للكيب احنا ونقعدوا نعسوا احنا نقعدوا نزيدوا نعسوا ونزيدوا نفقدوا ولدنا معناتها نفقدوه ونهبطوا وقت اللي هبطنا ونتصور انا هما في بالهم ليه الناس كل المشكل هذايا بتاع الفيلتر
اول حاجه يشوفوها احنا في بلاش لي طغى. اول حاجه يعملوها يمشوا يشوفوا اللي هبط وطلعوا علاش ما هبطش قبل. طب انا مش نلوم عليه هو الحمد لله طلع يعطيه الصحه، ما هما كيف بالهم بالمشكل كيفاش خليوا الصغار تعوم، وخاصه صار لهم نفس المشكل عملناه ولا ذي عزه منعتها وسنه ياسين مات. انا معناتها مانيش باش نسكتوا احنا باش ما عادش للصغار. وانا جو ميرسي ليكيب اللي لقيناها في المستشفى نتاع ريانا عبد الرحمن ميمي. عبد الرحمن ميمي ما قصروش واكدت عليا فما زاد كارديولوج ورياني ماتريس مدام جبلة زاد ما قصرتش. معناتها اللي هما دي بارون وقفوا معانا واللي فما عملوه مشاو معانا حتى للسبيتال ويعطيهم الصحة كي هما زادوا شدوا صحيح معايا وقالوا لي الأوتوبسي لازمة. هما قالوا لنا لازم تعملوا أوتوبسي باش نعرفوا لي غيزون، معناتها لازمنا نعرفوا السبب الأصلاني خاطر كنا باش نخرجوه احنا ونروحوا به هو الطفل. ما كانش في بالنا انه فما فيلتر مش مغطي ما حسيبوش. كيفاش عرفتها؟ بعتيلي قالوا لنا بعد عرفتها بعتيلي قالوا لنا بعتيلي ومن غدوة إلى كونفيرمي اللي يشوفوا اللي تخاص ما احنا كبتناهمش اللي تراس وقتها ركيب وزرق في السبيتار هو ركيب وزرق في السبيتار احنا قاعدين نتسائلوا الولد يعوم عنده 4 سنين يعوم في البحر ويعوم في البيسين وكان جا في بحر نقولوا مات فهمت تيقع فما برشا حاجات تيقع عم هذا في بيسين في مسبح بلدي شفنا ركيب وزرق احنا نتسائلوا شبيها تغرق الطفل علاش غرق قلنا تاح على ركيب وهذا تاح زعمة وما نجمش يقوم ركبته تكسرت نقولها للطبيبة شوف قالت لي ما عنده معناه ما عندوش ضرر نشوف فيه مسلوخ ظهر يده هكا مسلوخ حتى لجنابه توغاكس متاعه هكا حتى نعرف في ولدي ونقول شبيه هذا عليه قلت ثم انترينور ثم ناس جاوا من البيسين وهو قال لنا ليه لا راه مش تياح هذاك التراس بتاع الفيلتر اللي مصوا فما ناس يسون سانسير معناتها من الاول ما همش قابلين الوضع تحسهم انهم ما همش قابلين يسون قال لي هذاك الفيلتر وهو انترينور جيني انترينور ما نعرفش قال لي هذيك قال لي راهو هذاك نتاع الفيلتر فزدت انا قلبت ولدي نشوف في فخاته نلقاه ازرق قالوا تخاص نتاع فيلتر وبعد بنتي قالت لي راهو خرجوه زنت وينو المايود نتاعو عليه شبيه بلاك قالت لي ما نعرفش وقتي خرجوه وقت اللي هي وقفت وقالت هذه شلاكه ولدي ما خرجش من الماء وشدت صحيح وقتها بعد ما لوجت مده 35 دقيقه هما يلوجوا قالت لي نقول لهم ولدي ما خرجش من الماء وندرى كيفاش في لمحه بصر قالت لي تلفت ونقول لهم ولدي ما يخرجش وما يمشيش حافي يعيف ويقولها يبزقوا في القاعة ويقولها أنا ما نحبش نمشي حافي والمرأة اللي قبل هي نسيت ما هزتلوش شلاكة واحد خرج بيسين يقولها هزني هزوا في حملتها من الفيستيان مشي في حملتها باش ما يعفاسش حافي فهي كانت مصرة اللي شلاكته موجودة تقول لهم ولدي هذي شلاكة هذا ولدي شلاكته ولدي ما خرجش من الماء توا شوفوه لي وهي بيتها كانت تسبح وكانت تمشي بس نهبط الولدي نشوف قالت لي دورت انا ما كنتش معاهم خلطت في المستشفى قالت لي انا دورت وانا لقيتهم هما جبدوه ولقيت ولدي عينيه مقلوبه قالت يقول لهم مات يقولوا لها لا ما ماتش توا نعملوا له مساج كاردياك وما نعرفش انا ميزونسين مساج كاردياك قالت لي نقول لهم عينيه قالت لي الامل هي ام قالت لي قول ربما قولوا لها توا سخون توا بارد سخن وتوا تسخن وقد سخن فيه هي في بالها وتعم في ولده وتضرب فيه فهمت على وجهه وتفيق يفيقوا فيه خايل هكاك هي شمس اف ام شمس اف ام وين انت وين احنا